مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Turkish for Beginners. الفيلم بيبدأ مع لينا ومامتها دوريس اللي ما بتسيبهاش تعمل أي حاجة لوحدها أبداً، وده لأنها بتخاف عليها بزيادة، بالذات من ساعة ما هي وباباها انفصلوا عن بعض وبقت بتتولى أمر رعايتها لوحدها. وفي يوم بتكون لينا مسافرة عشان الجامعة اللي هتدرس فيها برا، وبتقرر دوريس إنها تسافر معاها، فبتوصلهم أختها بعربيتها للمطار. لكن لما بتكون لينا راكبة العربية بيبص لها شاب من العربية اللي جنبها وبيكون اسمه جيم، فبتبص له لينا برخامة كده وبتعمل له حركات مستفزة بوشها. وبعد ما بيطلعوا الطيارة بتكون لينا حجزت أونلاين في مكان بعيد عن دوريس عشان ترتاح شوية من ملازمتها ليها، لكن المفاجأة إنها بتلاقي نفسها قاعدة جنب جيم وبيبدأ يرخم عليها زي ما كانت بترخم عليه وهي في العربية، فبتطلب إنها تتنقل لكرسي تاني لكن ما بيكونش في أي مكان فاضي خالص، فبتضطر إنها تكمل رحلتها جنبه خلاص. وبيكون جيم مسافر مع أخته يامور، لكن لسوء الحظ بتحصل تقلبات جوية وبتقع الطيارة في وسط المحيط. وبيعلنوا في الأخبار إن في جزء كبير من الركاب تم إنقاذه، أما الجزء اللي فاضل فاتجه لجزيرة في وسط المحيط ومعاهم قارب نجاة، والجزء ده بيكون 4 أشخاص وهم جيم ولينا ويامور وكويست. ولما بيحاولوا يتصلوا بأي حد عشان ينقذهم بنلاقي إن مفيش شبكة إرسال خالص، وبتكون لينا عطشانة جدا فبتاخد يامور علشان يشربوا من البحيرة اللي حوالين الجزيرة، لكن رجليها بتتزحلق وبتقع فيها. ولما بتقوم بتلاقي مجموعة كبيرة من الديدان الكبيرة على جسمها، فبتصرخ بصوت عالي جدا وبتساعدها يامور وبتشلها الدود كله من على جسمها، فبيشوفهم جيم وكويست وبيفضلوا يضحكوا بسخرية، لكن يامور بتزعق لهم وبيقول لهم جيم انه كان جاي يعرفهم انه لقى كوخ مهجور على الجزيرة. ولما بيروحوا الكوخ بيكتشفوا انه كان في حد عايش قبل ما هم ييجوا وهجر المكان، وده بسبب الامتعة والعفش اللي موجودين فيه. بيلاقوا جهاز لاسلكي موجود في الكوخ فبيفرحوا جدا لانهم بكده هيقدروا يتواصلوا مع اهاليهم ويروحوا بيوتهم، وبيفضل جيم يحاول يشغل الجهاز لحد ما بيشتغل وبيقدروا فعلا يتواصلوا مع اهلهم، لكن والد جيم بيقول له انهم مش عارفين يحددوا مكانهم بسبب ضعف الاشارة، وبيكسر جيم جهاز اللاسلكي غصب عنه، وبكده بيبقوا فقدوا اي اداة تواصل ممكن تساعدهم في الخروج من الجزيرة. وبيلاقي جيم صندوق فيه قطع ديناميت فبيستخدمها في صيد السمك علشان ياكلوا، وبتقرر لينا انها تفضل بعيدة عنهم وبتسيبهم وهم بياكلوا السمك، اما هي فبتاكل من الفاكهة الموجودة على الجزيرة. وبالليل بيدخلوا يناموا في الكوخ، لكن برضو لينا بتفضل انها تبات لوحدها، فبتطلع عشان تبات برا لكنها بتخاف من الاصوات والبرد وبتدخل تنام جنبهم تاني. وتاني يوم الصبح بتقول لهم انها سمعت صوت طبول امبارح، فبيقرروا انهم يدوروا على مصدر الصوت ده، يمكن يلاقوا حد عايش على الجزيرة ويساعدهم. ولما بيدوروا فعلا بيوصلوا بالليل لقبيلة، لكن اول ما بييجوا يقربوا ليها بيلاقوا واحد على وشك انه يقتل واحدة، فبيخافوا وبيتراجعوا فورا لانهم بيفتكروهم قبيلة من اكل لحوم البشر. لكن وهم بيجروا بتقع من يامور الطرحة بتاعتها، وبيلاقيها واحد من القبيلة وبيعرف ان في ناس غيرهم موجودين. بيرجعوا للكوخ بتاعهم وهم خايفين جدا، وبيقول لهم جيم انهم لازم يشغلوا جهاز الارسال اللي كان موجود معاهم في قارب الاستغاثة، وانه عشان يشتغل لازم ياخدوه لاعلى مكان في الجزيرة علشان يلقط اشارة. وتاني يوم بتكون لينا ماشية لوحدها في الجزيرة وبتقع في فخ نصبوه ليهم القبيلة وبتتعلق بالمقلوب. بيجي لها واحد من القبيلة عشان ياخدها، فبتفضل تصرخ عشان حد يلحقها، وبيجي جيم علشان ينقذها، لكن الراجل بيفضل يحدف عليه اسهم، بس جيم بيقدر يتفاداها كلها وما يحصلوش حاجة. وبيقوم واخد جذع شجرة وبيبدأ يخوفه بيه، وفعلا بيخاف الراجل وبيمشي. ولما بيجي جيم عشان يفك الحبل من على لينا بتزعق له وتقول له انها مش محتاجه حد يساعدها وانها تقدر تفك نفسها عادي، فبيمشي جيم وبيسيبها لوحدها وبتقطع الحبل وتقع على الارض. بتوصل للمجموعه لوحدها، لكن لما بتوصل بتفضل تشتكي ليامور قدام جيم انه شافها محتاجه مساعدته وما صممش انه يقدمها ليها وسابها متعلقه في الهواء ومشي. وبالليل بتكون لينا بتتمرجح، بيروح لها جيم عشان يعتذر لها انه سابها ومشي رغم انه كان رايح اصلا عشان يساعدها، بس هي اللي صدته. والصبح بتشوف لينا جيم قاعد لوحده على البحيرة وبتروح تقعد جنبه وبتسأله مالك، فبيقول لها انه افتكر مقتل امه على ايد العصابة اللي اعتقلها ابوه، لكن المرة دي فشل في القبض عليهم وعشان كده هم رايحين يستلموا هويات جديدة في النرويج عشان يبعدوا عن اي خطر ممكن يهددهم، فبتقول له ما يزعلش وبتحاول تخفف عنه. وبتاخده وبينزلوا البحيرة وبيفضلوا يهزروا سوا، لكن بيلاحظ جيم ان مية البحيرة اخدت الشنطة بتاعتهم لبعيد، فبيلوم لينا عشان هي اللي سابت الشنطة قريبة من المية وما سابتهاش على الشط، وبيطلب منها تقوم لحد الشنطة وتجيبها. ولما بتكون ماشية في المية بتخبط رجليها في قنفذ البحر بتتعور وبتنزف،
وده بيخلي قرش يشم ريحة الدم ويروح في اتجاهها، وأول ما بيلاحظوا جيم بيحذرها منه بسرعة وبياخد سكينة وبينزل للبحر يلحقها. لكن لينا بتطلع من المية وبتبص على الجيم بتلاقيه مش موجود قدامها خالص، وبتفضل تنادي عليه لأنها بتكون خايفة لحسن يكون القرش أكل ولا حاجة. لكن بتلاقيه طالع لها من البحر وماسك القرش بعد ما قتله بالسكينة، وبيقول لها إنه قرش صغير فبتزعق له لأنه قتله. طبعا بيستغرب منها ومن طريقتها فبيسيبها وبيروح يصمم مركب من الخشب، لكن بتروح وراه وبتحاول تعتذر له. ولما بيبص لها بيلاقي وشها وارم جدا من الحساسيه اللي سببتها لها قرصه الانفض، فبيقرر يشيلها ويطلع على القبيله، يمكن حد هناك يقدر يساعدهم او يكون عنده علاج ليها. وفي السكه بتفضل لينا تعتذر له لحد ما بيغمى عليها من الحاله اللي وصلت لها، فبيجري بيها للقبيله وبيتفاجئ هناك بالست اللي كان شايفها بتتقتل، وبتقوله ان اللي كان معاها ده كان جوزها وكان بيعالجها عشان كده كانت بتصرخ. وبتاخد لينا تنيمها على السرير وبتديها دواء عباره عن ترياك في حقنه، وبتاخد جيم وبتطلع علشان تسيبها ترتاح، وبتحكي له انها اصلا دكتوره وكانت جايه القبيله فتره في دراسه، لكن حبت بونجو زعيم القبيله واتجوزته واستقرت معاه. وبتعرفه كمان ان الكوخ اللي هم قاعدين فيه ده كان بتاعها لما كانت بتدرس، لكنها لما اتجوزت بونجو قعدت معاه في الكوخ بتاعه، وبتديله التليفون بتاعها عشان يتواصل مع اهله، فبيكلم ابوه بيكون معاه دورسي مامت لينا، وبيقول لهم على مكان الجزيره اللي هم فيها. بعد كده بيقعد جيم ولينا مع اهل القبيله وبيكون وصل لهم يامور وكويست، وبياكلوا مخ قرد مع بعض وبيبقوا مبسوطين. وبتفضل لينا تصورهم وهم بيلعبوا وهي بتضحك وفرحانه، وبيقضي جيم ولينا وقت لطيف مع بعض، وبيدخلوا الكوخ وبتقع الكاميرا بتاعت لينا وبتشتغل لوحدها. بتصحى لينا تاني يوم وهي فاكره ان في حاجه حصلت بينها وبين جيم، لكن ما بتكونش متاكده لانها ما كانتش حاسه بحاجه. وبتسمع جيم وكويست وهم بيتكلموا وبيطلع انه كان في رهان عليها، فبتتصدم وبتنادي على جيم وبتضرب فيه، بيحاول يفهمها بس هي بترفض تسمع اي مبرر. وفي الوقت ده بتوصل دورس لمكانهم وبتنادي عليهم، فبتسيب جيم وبتروح تحضنها، وبتقول لها دورس بعد ما بيوصلوا الفندق انها بتحب متن ابو جيم وانهم هيتقابلوا بكره، فبتكون لينا متضايقه انها هتقابل جيم مره تانية لانها خلاص بقت بتكره سيرته حتى. ولما بتطلع لينا اوضتها بتلاقي حبيبها القديم مستنيها، وبيقول لها انه قرا اللي حصل لها في الاخبار وقرر يجي يطمن عليها بنفسه، فبتحاول تصده. ولما بتفتح الباب عشان تخرج بتلاقي جيم واقف لها بره وعاوز يدخل يشرح لها موقفه من اللي حصل، لكنها بتقول له مش هينفع يدخل لان حبيبها جوه، فبيمشي جيم وهو متضايق جدا. وبتكون لينا عاوزه تبوظ المقابله باي شكل عشان ما تشوفش جيم تاني، فبتستنى لما متن يسيب اوضته وبتروح تكسر كل حاجه فيها عشان تديله فكره ان العصابه اللي بتطرده هو واولاده وصلوا لمكانهم وعملوا كده في اوضتهم. وتاني يوم بتروح هي ومامتها للمقابله، وبيكونوا مستنيين متن وجيم لمده طويله لكنهم ما بيجوش. ولما بيروحوا يسالوا عليهم في الفندق بيقول لهم السكيورتي انهم مشيوا من الفندق. بعد كده بتكون لينا قاعده بتتفرج على الفيديوهات في الكاميرا بتاعتها، وبتشوف الليله الكامله اللي قضيتها مع جيم، وبتعرف انه ما ضحكش عليها ولا استغل وجودهم لوحدهم، وبتندم انها شكت فيه وما ادتلوش حتى فرصه يدافع عن نفسه. اما لينا ما بتلاقيش قدامها حل غير انها تروح تعترف لدورسي باللي عملته، ولما بتعرف بتاخدها وبيجروا على المطار عشان يلحقوهم. وبيكون خلاص متن استلم البطايق الجديده بتاعته هو وولاده، فبتطلع لينا ودورسي الطياره اللي رايحه النرويج وبيقابلوهم، وبتحكي لينا كل اللي عملته، وبتعتذر لجيم على اللي حصل منها، وبتقول له على فكره اللي كان معاها ده مش حبيبها ولا حاجه، لانها بتحبه هو. واخيرا بيعترف لها ان هو كمان بيحبها، وبيتصالحوا وبيبداوا حياه جديده مع بعض. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس الصفحه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده.